السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وقفت على كلام لقارئ اسمه إبراهيم الأخضر، قارئ معروف مشهور من قراء المملكة العربية السعودية، وكان في زمن من الأزمنة إمام المسجد النبوي وإمام المسجد الحرام، وتسلم مناصب كثيرة في المملكة، عين برتبة أستاذ مساعد في كلية القرآن الكريم وكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ودرس في المعهد العلمي للدعوة الإسلامية التابعة لجامعة الإمام، وقد تتلمذ عليه في القراءات الكثير من الطلبة داخل المملكة وخارج المملكة، وكذلك لجنة التحكيم المحلية والدولية لمسابقة القرآن الكريم اللي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ما علمنا عنه إلا أنه قارئ، وهذا هو تخصصه ومجاله. فإذا بنا نتفاجأ يتكلم عن أهل السنة والجماعة بكلام سيء جدا، أصحاب العقيدة الصحيحة، في فيديو له هو يتكلم عن التكلف في القراءات والتكلف في النحو، ثم ينتقل للحديث عن نوع آخر من التكلف وهو التكلف في الجانب العقدي. نسمع ثم نعلق. تعال لأهل العقائد، علماء العقائد، كثير منهم ينص على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني جيش كبير جدا من علماء الأمة الإسلامية عندهم في النار لأنهم أشاعرة. الشارح صاحب فتح الباري، ابن حجر، النواوي، الرافعي، فلان، يعني فطاحنة علماء الأندلس يخرج منهم ثلاثة انفار: ابن عبد البر، ابو عمر الطلمنكي، وصاحب الرسالة، وباقي علماء الاندلس كلهم عندهم اشاعرة وكلهم ليسوا من اهل السنة والجماعة، اي لا يتضمنهم الحديث الا من انا عليه وهو. هذا تكلف طبعا، لاجل خطأ ولا خطأين او ثلاثة اخطأوا فيها وهم مخطئون، يعني ولم يكن واحد منهم معصوم اصلا، ومع ذلك يحكمون عليهم بهذا الحكم. هذا التكلف. فما الذي يجعل التكلف فقط عند اهل التجويد واقامه المدود اربع حركات وست حركات وحركتين وغيرهم من العلماء الذين تكلموا في الاصول؟ طبعا هذا الكلام فيه مغالطات كثيره جدا، يعني لا يكفي فيديو واحد نتكلم عنه. ان اهل العقيده يقصد به اهل السنه والجماعه انهم يعتبرون الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، والنقطة الثانية أنهم في النار، هذه مغالطة رقم اثنين. والنقطة الثالثة، ذكر علماء الأندلس أن ثلاثة فقط هم علماء أهل السنة والباقي ليسوا من أهل السنة، والرابع أعطى أمثلة، ابن حجر والنووي، خطأين، وهذا أيضا مغالطة كبيرة جدا. أربع مسائل تكلم عنه. أما مسألة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فهذا كمغالطة، وقد رددنا عليه في كذا فيديوهات عندما رددنا على نفس الذي يدندن حوله محمد حسن الددو عندما قال أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. النقطة الثانية أنها كل هؤلاء في النار، والله هذا كذب وزور وافتراء على أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام لا يخرج ممن تعلم أبسط مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة. يعني لو هو كان دارس فقط كتاب الواسطية الذي دائما نقول ولا نجزم لأحد من أهل قبلة بالجنة والنار لما قال هذا الكلام. وأنا أتحداه أن يأتينا بكلام واحد من علماء العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، قالوا أن الأشاعرة في النار. وإلا فالرجل إما جاهل، وإما أنه جاهل ولكن لا يدري أنه جاهل، أو أنه يكذب ويفتري على علماء أهل السنة والجماعة. ما كنت أتمنى أن أتكلم بهذا الأسلوب عن هذا الشيخ الذي كنا نحسن الظن به، لأنه ربى أجيال وأجيال في القرآن والقراءات، لكن للأسف الشديد حزني على هؤلاء الطلاب الذين تربوا على يديه وتخرجوا من تحت يديه، كيف يكون الآن عقائدهم وهم يسمعون مثل هذا الكلام من هذا الشيخ. هذا الشيخ له صولة وجولة في القراءات،
وفي علم التجويد، ما أدري إيش دخله في العقيدة، لكن عندما قرأت عنه تبين أنه مأخذ العقيدة من شيخ يقول مثل ما يقول هو، وهو عبد الله بن محمد الغنيمان، عالم من علماء المملكة أيضا، تولى رئاسة قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وفي المسجد النبوي، عنده كتب الغنيمان. هذا شيخ إبراهيم الأخضر للأسف الشديد. أما قوله أنهم لم يخرجوا إلا 3 علماء فهذا شيء جيد ممتاز، الحمد لله في علماء على المنهج الحق، هذا نقطة. والنقطة الثانية، هذا أيضا مغالطة لأنه في علماء أخر. أين ابن وضاح يا شيخ صاحب كتاب البدع والنهي عنها؟ أين الإمام بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند؟ وغيرهم كثير. فلماذا حشرتهم في 3؟ من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. ثم أهل السنة الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي لا نجزم لهم أنهم في الجنة، وإن كانت عقيدتهم صحيحة. نجاة الفرقة الناجية لا يلزم منه عدم تعذيبها، فهم نجوا بعقائدهم لكنهم سيحاسبون على أعمالهم، والمخالف منهم والعاصي مستحق للعذاب، لكن بدون أن نحدد أيضا. فأرجع وأقول لم يقل أحد من علماء أهل السنة أن كل الأشاعرة في النار، ونحن نعلم أن الأشاعرة مختلفون في الاعتقاد، منهم الغلاة كالرازي اللي دخل في الفلسفة والسحر والتنجيم، ومنهم النووي وابن حجر الذي وقعوا في بعض الأشعارية، والعلماء نبهوا على أخطائهم. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فهل الأشاعرة من باب الاعتقاد والأسماء والصفات وفي باب الإيمان من أهل السنة والجماعة؟ الغزالي يقول من أراد أن يأخذ العلم من السمع، يعني من الكتاب والسنة، فإنه لا يقف على يقين، اليقين لا يؤخذ إلا بعلم الكلام أو العقل والكشف. أما الرازي فيقول أن أدلة القرآن متناقضة، أي عندما تستشهد به تجد تناقض في الاستدلال. ويقول أيضا إمامهم السنوسي التلمساني الأخذ بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر والبدعة. متفاوتون الأشاعرة، ولم يجزم أهل السنة عليهم بالتحديد أنهم من أهل النار، فلماذا تفتري على أهل السنة؟ لأنه لم يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، الذي من قواعدها وأصولها لا نشهد على أحد من أهل القبلة بجنة أو نار. أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحديث والأثر في كل زمان ومكان هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وهم حقا كما يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقاط المسلمين، فهم خير الناس للناس. ويقول أيضا في موضع آخر عنهم وأهل السنة فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن هذا الرجل لم يعدل مع خصومه. أهل السنة يرحمون الخلق ويريدون الخير والهدى والعلم لهم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. هؤلاء للأسف الشديد لهم مناصب، لهم أماكن، لهم مقام، لهم منابر يتحدثون فيه. هذا الرجل يتكلم في بلد التوحيد والسنة، بلد العلم والعلماء، بلد على منهج العقيدة الصحيحة، بلد يدرس في مناهجها وفي كلياتها ومدارسها ومعاهدها وجامعاتها عقيدة أهل السنة والجماعة، يخرج لنا مثل هذا، حسرة على من يتعلمون على يد مثل هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يهديهم أو يكفينا شرهم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.